صرخ داود بأعلى صوته: مساكنك محبوبة يا رب القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديارك. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، احتفل بتدشين كاتدرائية القديس العظيم في الشهداء جورجيوس المظفر عام 2005 على يد غبطة البطريرك كيريوس كيريوس غوريغوريوس الثالث لحام، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم الكلي الطول. قبل 12 عاماً بدأ مثلث الرحمات المطران جورج المور رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك ببناء كاتدرائية القديس جورجيوس نسبة لشفيعه في مسيرته الكهنوتية ولخدمة رعية الروم الملكيين الكاثوليك في عمان وضواحيها. يا كنيسة يا مجيدة، أنت ومن كلمات المطران المر لأبنائه آنذاك: أنا على عتبة الانتهاء من مهامي وخدمة الروحية بينكم، وقد تجاوزت 42 عاما من خدمة الرعوية، فأقدم لكم هذه الكاتدرائية والمطرانية الجديدة فتكون لكم ذكرى أبوية ورابطا روحيا يمتد بنعمة الإله. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. تقع الكاتدرائية في وسط العاصمة عمان، وهي من أكبر الكنائس في الأردن، تتسع لحوالي 2000 مصلٍ. بنيت على مساحة 5600 متر مربع، وارتفاعها يصل إلى 37 متراً. يشعر الداخل إليها بهيبة المكان وقدسيته، حيث تقام فيها الصلوات والقداديس الإلهية والاحتفالات الكنسية. خلال حديثنا مع سيادة المطران ياسر العياش الذي تسلم خدمته بعد نهاية خدمة المطران المر، قال سيادته: إن هذه الكنيسة هي آخر ما عمره المر من أجل خدمة الأبراشية والكنيسة في الأردن، وأوضح بوجود تنوع للنشاطات والفعاليات الرعوية داخل الكاتدرائية التي تعطي للمكان أجواء روحانية مليئة بالبركات والنعم. هاي الكاتدرائية آخر بناء عمره المثلث الرحمات المطران جورج المر من أجل خدمة الأبرشية وخدمة الكنيسة والمسيحيين في الأردن. كانت المطرانية بالبداية في الدوار الأول جبل عمان، وبسبب اتساع عمان وأنه كثير من مؤمنين من أولاد الأبرشية انتقلوا إلى عمان الغربية إما لسبب أو لآخر، وكذلك كثير من المسيحيين انتقلوا إلى هالمنطقة، وأسوة أيضا بكل الكنائس، المطران جورج المر ركز على أنه يشتري أرض، وتوفق الحمد لله بهاي الأرض ما يقارب 5600 متر في عمان الغربية، وفيها بيت فيلا وكانت ملك السفارة الكويتية، اشتراها سيدنا جورج المر وبنى عليها الكاتدرائية اللي انتم شايفينها وسميت باسم القديس جورجيوس. وضع حجر الأساس البطريرك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك الروم الكاثوليك في 22 أيار سنة 2005،
كذلك وضع حجر الأساس لهذه الكاتدرائية، لهذه الكنيسة. تم تدشين الكنيسة بعد شغل ما يقارب 3 سنين في 12/10/2007 باحتفال رائع جدا، حضروا من كل الممثلين على كل الكنائس، وبالأخص أيضا المسيحيين وأبناء الأبرسية من كل مكان حضروا هالاحتفال، وكان احتفال رائع بهالكنيسة. أنجو جمر في كتاب صدر بهذاك اليوم وزعوه، بتذكر أنا بعطيكم بقدم لكم من النسخة. هو 12 سنة لما كان في خدمة بس فقط كمطران في الأردن، أنا بقدم لكم نسخة منه، ولكن أيضا هذه نسخة ثانية وزعت وعليها ما هذا إلا بيت الله، هذا باب السماء، اتخذوا عنوان لها الكتيب الصغير، وفيه بشرح عن هالكنيسة وكل جوانبها بصور رائعة جدا، وأنا بقدمه كمان لنورسات لأرشيفكم في عمان، وبتمنى إنه يكون إن شاء الله بركة للجميع. بتعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك قديس جورجيوس أولاً هو قديس شرقي، قديس بلدي من بلادنا، قديس فلسطين من فلسطين اللد، وهو محبوب لدى الجميع، وكثيرين بسموا اسم جورج جورجيوس، وكذلك لأنه صاحب السيادة اسمه جورج، وهو شفيع أبونا سيدنا جورج المر، وبالتالي سميت على اسم راعي الأبرشية في ذلك الوقت سيدنا جورج المر. أنا ابن الأبرسية وخدمت في الكنائس الأبرسية وحبيت الأبرسية، وما حبيت أن أكون خارج البلد، ومثل ما الكل تفاجأ أنا تفاجأت كمان بانتخابهم إلي مطران على الأردن، وخدمت فيها 7 سنين أو 8 يمكن بالأبرسية، وبعدها يعني الحمد لله بأمانة بصدق حاولت أخدم الناس بكل محبة بكل غيرة، والله الله هو الذي يرى وهو الذي يجازى على كل شيء. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة. ما بدي أنسى هلا بهالمناسبة إنه أذكر إنه سيدنا جورج المر خدم أكثر من نصف عمره في خدمة الأبرشية ككاهن في الشمال وكل قرى الشمال، بما في من أربد وينطلق إلى كل القرى بكل محبة بكل غيرة كان يخدم، وخدم كمان الأبرسية كمطران، وبالتالي أمضى 42 سنة من عمره في خدمة الأبرسية، وآخر 8 سنين أو 9 سنين كان متقاعد، وبالتالي أكثر من نص عمره خدمه عندنا بالأردن، وذكره مؤبدا إن شاء الله هو وجميع الأساقفة الذين سبقوا. وفي نهاية جولتنا بين أرجاء الكنيسة، وما زال عبق القداسة يفوح بالمكان، ونحن نستذكر آخر كلمات مثلث الرحمات المطران جورج المر عندما قال: أمنيتي يا رب أن أرى السلام قد توطن بين الشعوب، والوحدة قد تمت بين الكنائس، والطمأنينة غمرت القلوب، والرخاء قد عم جميع البلاد والأمم، وبذلك تكون قد حققت أنشودة الملائكة، أنشودة السلام الميلادية. المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة.